à peu près 5 milliards de passagers et c'est de l'Association Internationale de Transport Aérien le nombre qui est tombé en 2019 avant le Covid, c'est une année de référence c'était une année record donc on était à 4,45 milliards et c'est un entre autres la reprise vigoureuse du marché asiatique donc c'est important, c'est un important nombre comment vous le pensez نعملوا شويه ريكوبيراسيون خاطر تعبنا في لي اللي, زنين اللي الكل بون bon. ريفيرونس 2019 يقولوا 2024 خير برشا اه. ان شاء الله ربي يوصلنا سلامات سي لو امبورطون ان شاء الله وهذا خلينا زيدا نخدموا شوية أكثر حتى إحنا على لو ترونسبور أيريان زيدا إحنا بيان إحنا ماذا بينا هو أي حاجة تخدم في البلاد بالقديرة والمنفعة نتاعها باش ترجع للناس الكل بون إحنا في السكتور ولا مش في السكتور أي إنسان راهو خاطر لو ترافيك أيريان كي يقوى في تونس ومطارنا كيولي يولي الله يملى ويفرق راهو هذاك الكل باش يعرف البلاد وباش يشري وباش يقضي وباش يكونسومي وباش يمشي للوتلة وباش يمشي يشري الزربية وباش يمشي يدور معناتها لو سيكتور كله يتفرق. مش لو كان نتاع لوكاسيون ولا كان نتاع لي زاجونس دو ولا الوتله ولا لا لا الناس كل لي ريستورون الكل والو من الحاجات اللي ذكرتهم توا وهي نقطة نرجعوا عليها بعد شوية كيفاش جوستومون العلاقة الامباكت نتاع التوريزم على القطاع نتاعكم وقت اللي تكون آه وتبدا السيزون توريستيك هذيا كيفاش يكون الأثر نتاعو على لو سيكتور نتاعكم إذا باش نتناولوه باش نحكيو فيه في موضوعنا اليوم لكن هي تقبل ناخذوا فكرة على الوضع الحالي على وضعية القطاع قطاع كراء السيارات الوضع الحالي نتاع القطاع احنا حكينا فيه برشا مرات حتى في الإذاعة نتاع اكسبريس اف نتاعكم وضع صعيب برشا برشا بحكم لي بري لي بري نتاع الكراهب اللي هذايا ولا شيء غير عادي معناتها لوغمونتاسيون دي بري ذولي ماناش معناتها ان ماناش نحكيو في حاجه معناتها مخبيه هذايا الناس الكل تعرف معناتها مواطن تونسي توا في في حد ذاته ولا طموحه كرهبه جديده معناتها كرهبه جديده اللي كانت لابورتي بورتي تو الموند معناتها ياخذ كريدي وياخذ كرهبه توا معناتها أقل الكرهبه ب 60000 دينار هذا اذا كان عندك فلوسها معناتها ونحن نعرفوا اللي 99.9% فاصل تسعة في المية من لي لوار دو فواتور يخدمو اترافار لي ليزور والليزور هو بيدو كي باش يعطيك لو بري ما يعطيكش كرهبه هو يعطيك فلوس الليزور برشا عباد الليزور يعطيك فلوس انت كنت قبل ب 60 مليون تاخذ ثلاثه كرهب ما نمشيوش لبعيد برشا اون 2020 اون 2017 بلوتو ب 60 مليون تاخذ زوج كرهب اون 2024 ب 60 مليون ان شاء الله تجيب لك كرهبة <applause> هذا راجع لتدهور الدينار راجع للوضع الاقتصادي لهذا الكل لكن انتوما لو سيكتور نتاعكم شنو يعرف ولا مش شنو يعرف مشاكل خاطر هذا باش نحكيو فيه مي توا ليتا دي ليو ليتا اكتويل معنا نتاع السيكتور هو مشاكل توا عندنا نقص كبير في السيارات في, في الاسطول ولي روفوندور في تونس ما فماش برشا كراهب معناتها حتى العباد اللي تحب تشري معناتها ما ينجمش يشري البزوا نتاعو قاعد ياخذ في اقل 50% وحتى 40% من اللي طالبو هذا باش ياثر على لي بري بيان سور باش يولي العرض شويه يولي الطلب برشا كيما تحكي انت 5 مليار ما هو مش لعبه راهو الشيف اللي تحكي عليه هذا هذا معناتها بيان سور ورد بالك راهو تونس راهو عندها في ال... في الشيف هذايا فما برشا مواطنين بالخارج هذا احنا صافي ديزني. باش نحكيو عليهم بعد لا صافي ديزني ايه. احنا ما عادش نخدموا راهو برشا مع لي زيترونجي راهو لي زيترونجي قاعدين يجيو في دي زيكسكورسيون منظمين معناتها تلقى ان بوس يستنى ايه. فيهم في المطار و وترون... مع لاجونس دو فواياج ويعمل السيركوي نتاع الصحراء الا فما صحراء مع لاجونس رارمون باش تلقى كيلكو كليون يكريو لك كرهب على ثلاثه اربع ايام يدوروا على راحتهم اما احنا توا صافي والنجم نقول لك من الثوره وإحنا نخدموا مع مواطنينا بالخارج ومرحبا بهم بي وعلى عينا وراسنا وتو نحكيو على هذايا وتو نحكيو اليوم على كما قلت انت لي زيتخونجي جينيرالمون هي رحلات منظمه وغيره اسكو بوتيتر فما كولابوراسيون مع وكالات الاسفار دون سو سونس احنا اون فاي خلينا مازلنا في خلينا نمشيو بشويه بشويه خلينا بشويه بشويه, بشويه. بشويه. وباش ندخلوا في صلب الموضوع بتي تا بتي خلينا ناخذ فكره شويه على لي ريغلومونتاسيون اليوم على لي ليجيسلاسيون على القوانين اللي تنظم القطاع هذايا القوانين اللي تنظم القطاع هذا هي فما كراش شروط تنظم القطاع هذا وكراش شروط ما زلنا كي بدرنا هي كانت قبل 2020 كانت ب 25 سيارة اجتهدنا كغرفة باش رديناها ب 20 سيارة باش نحدوا من الآفة المحيطة نتاع أنا نسميه الكونترا خاطر هو الكونترا راهو مش الكونترا أي حاجة مش تخلص في أداء الحاكم واللي هو نمبر كبير اللي يسميوا رواحهم لي بلاك نوار نومبر كبير ياسر قاعد ياثر على الخدمه نتاع السيكتور دو لوكاسيون دو فوتير. من هذايا من اصعب واللي هو بكل صراحه معناتها الدوله متعاونه معانا برشا اما الشيء غلبنا غلبنا معناتها كنت تسمع لو نومبر نتاع البلاك نوار وتسمع لو نومبر نتاع البلاك معناتها الكراهب اللي فيهم بطاقه استغلال واللي هي كربه معدة للوكاسيون شيء بعيد على بعضه معناتها براتيكمون احنا ربحهم نسمع احنا لانكار نتاع النومبر اللي قاعد موجود توا دونك البلاك نوار خليني نفهم أكثر البلاك نوار هذوما معناتها اللي في ال... في ال... دون لو سيكتور باراليل هو تسميوها آه. أنا ما نسميه سيكتور باراليل آه. أنا وقت اللي أنت اليوم تستدعاني وفي اكسبريس اف ام بعديك نسمع بيك عندك كربه تكري فيها ما ماكش باراليل ما يتسميش سيكتور باراليل زي فما أشخاص معناتها دخالين دخل يكريوا في كراهبهم ناس تكري في واللي عجبته الحكايه زاد كريه بأخرى واللي آه. فهمت كيفاش ما فما حتى صفة قانونية بي نحكيو على لي ريغلومونتاسيون على ذكرت انت انه فما شروط ينظم الـ الـ القطاع هذايا شنو الصعوبات والمشاكل اللي في علاقه جوستومون بلي اللي بيتيتر اليوم ماهيش تسهل لكم ماهيش تنظم في القطاع لكن بالعكس قاعده تصعب عليكم برشا في الخدمه احنا والله يوصل اللي في التسعين الخدمة احنا عندنا كلكو عندنا من اكثر الحاجات اللي تعبتنا هما رانا ضد الشرطه ومانيز ضد الحرس وهذا مم. قانون مم. هم عندهم حتى داخل فما قوانين يلزمها تتبدل الناس كل تبدل في القوانين هذوما قوانين قدم مثلا عندنا المحاضر الجبائيه اللي هي يقوم بها المخالف هو الحريف الحريف يقوم بمخالفه وين نتعاقب مم. ممكن نتعاقب نتعاقب بطريقه بالحق عقاب راهو أنت تتفكلك وراك كربة في اه. جيبس اه. ترجع الجيبس دكو. معناها اليوم القانون يقول إذا كان صارت مخالفة مرورية لا لا مو مرورية أكثر اه؟ من المرورية اه. أنك أنت كليت كرهبة من عندي وحسيت روحك تعبة قلت الإنسان معاك في السيارة قلت له يجي سوق أنت أنا شنو ذنبي هنا مم. أنا معاك في الكرهبة مانيش معاك تخالفني أنا عليه خالف مم. السيد اللي سوق عملوا نقحوه القانون وعمل مخالفة للسيد اللي هو ركب في, ال... في الكرهبة وقاعد يسوق فيها انا كريت العبد مع معناتها الكهرباء شنو ذنبي انا؟ انا عبد قال لي نجيب لك كرهبتك الاربعه للمطار ولا الاربعه للبيرو نتاعك ولا للاجونس نتاعك اي هو جابها السته انا شنو ذنبي شو نعمل؟ هو مخالف مش انا باهي هوني دون سو يعني شنو التغييرات اللي, اللي بتيت خدمتوا عليها باش انها تتغير ولا شنو طالبين معناتها كونكريتمون حلول لي مثلا حلول اي مخالفه آه. مم. قمنا بها احنا نتحمله مم. انا غلطت في عقد السياره، انا غلطت في عقد السياره، حطيت سياره غالطه ولا ما حطيتش اسم السيد بالكدا ولا معطيات غ... ما مش كاملين نتحمل مسؤوليتي. اما انه حريف يعمل هو المخالفه وانا نتحملها من اه ما 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 ماهوش مقنع. تسعى وعندنا سنين, آه آه سنين الله، سنين الله نسعى، والله ما زلنا ما وصلنا لحتى حل ما زلنا ما يعني انا انا في شخصي نحكي لك الجمعه اللي فاتت بركه معناتها يعني تفك اوراق في او أه تفك اوراق في حلق الويد مم. نمشي الكرتاج كرتاج يعطيني رقم محضر نهبط به الـ الـ الوكاله البن الفنيه النقل البري نتاع لفايات يعطيوني المحضر نمشي للقباضه نتاع نيلسون مونديلا نخلص المحضر نرجع للسيرفيس ديمين باش ياخذوا نسخه منه وبعد نرجع الكرتاج باش ناخذ ورقي واضح <applause> معناتها أيه. هذه يا جاتك هاني يعني انا ولد <applause> أما, <applause> اما لو كان السيد جاء السيد اللي عنده الشركه المقر نتاعه في جربه يعمل نفس العمليه آه. اللي عملت انا من جربه لتونس آه هي آه. هي كما هي هذيك المشكله وتبارك الله توا ديجيتاليزاسيون والشيء يتقدم نحكي في وهذا باش نحكيو فيه اليوم سي امبوغتون جوستومون باش تكون الامور الكل مراقمنا وهذايا اون فافور بالطبيعه دو سيكتور دو توريزم نذكر اللي احنا في ديستيناسيون تونس نحكيو السياحه وباش نحكيو توا دون لو فيف دو سوجي في علاقه السياحه بقطاع كراء السيارات كيفاش يكون اثر القطاع السياحي على القطاع نتاعكم والله يعني شوف احنا والسياحه كيما دومي فرير مانيش احسن <applause> واضح خاطر احنا نتقاربوا كان في في فكريا السيارات للاجانب والا للشركات معناتها السوسيتي اوف شور اللي تجي لتونس. داكور. معناتها احنا قلت لك من 2011. ما فماش كولابوراسيون ما فماش. كل قطاع يخدم على روحه. ماناش فرد اه تجاه جمله. احنا قلت لك قناة ديزاني نخدموا على السيكتور لوكال ونخدموا على مواطنينا بالخارج. <applause> وكالك اترونجي ما معناتها بكل صراحه نقول لك متصوره لهنا ما يجيوش حتى دي من اللي كنا نخدموا معاهم قبل 2011. به كي نقولوا مثلا الموسم السياحي اسكو فما معناتها يكون فما امباكت دي بيك دو دماند زياده على الطلب في فترات معينه في علاقه بال بالموسم السياحي هي والله حتى كان ترجعوا للبلاصه هذه بدها تكلمت منها راو يلزم نفهموا راو الذروه تصير في اي قطاع اها والذروه وسي الحبيب معاويه رئيس الغرفه الاسبوع اللي فات مع موزايك ما يسالش يعني قلت مع موزايك تكلم قال سعر الكهرباء يوصل ما بين يوصل يوصل آه. صحيح يوصل آه. 150 دينار آه. سعر الكهرباء باش يوصل 150 دينار في في فتره معينه آه. اللي هي ها نقول لك انا بالضبط من 20 جويلي حتى ل 10 15 اوت آه. اكا هو آه. دونك فما هوني امباكت بوزيتيف للسياحه على قطاعكم احنا الصيف هو المتنفس نتاعنا آه. مع انت راهو في السيكتور نتاعنا اي انسان يقول لك ان شاء الله سيزون سنه باهيه باش نتنفس شويه، معناتها من من اول الدنيا السيزون هي باهيه. تقول لي على البري، اي البري اما انا حكيت لك على الكرهبه. نحكي لك توا على 150 دينار ونحكي لك على الكرهبه، انا من البلاصه هذه نعاود ونقول لك، انا رجع لي الكرهبه كما كنت ورجعني نكري ب 50 دينار في النهار، نطلع رابح. معناتها انت توك تشوف ايه ما سي زكريا زاد تشوف انت توا لامباكت معناتها في الكيس اوني با الابغي دو 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 هكا تنجم تسيد هالكرهبه تنجم معناتها هذايا وارد ويسير معناتها ما تنجمش تطالب انت بالشخص يرجع لك الكرهبه كيما كان ساشون كو هو يعطي اون كوسيون قبل ما ياخذ الكرهبه هي ماهيش اون كوسيون هي سيت افونس سور فرانشيز داسيرونس باش يعني هي مبلغها مال... زاد معتبر معتبر فاشل سي سي ان غراند سوم معناتها اذا كان السيد اللي كرا سياره ما ينساش قولها سامحني قولها ما نعرفش مي... دون لي ميزين هي سيت اون اوزولي هي ان بورسونتاج من الفالور نتاع الكهرباء اها شنو ما 2000 دي اه؟ دينار 2000 دينار زيد نجم بعد ما ترجعهملوش لا احنا نرجعوهم اذا كان الكليون تاعنا مش مظلوم اي فوالا دونك مش ظالم سامحني اي اذا ظالم ما يرجعوش دونك عندك ضمانه زيد انت معناتها ما نجمش اي سامحني وقت اللي انت من غير ما نذكر اسامي كرهب فما كرهب الفنار نتاعها ب 8 ملايين توا في تونس موجوده الدور وتبعاك وكنت شاريه منها وما تعرفش فنارها 8 ملايين شنو تقول لي انت ما خزوز ملايين والسيد يطلع هو غلط اي ما هذا يخلي نوبة تتخفى مع فما عزوف زيدا عزوف من شنو على الكراء السيارات ما ما سامحني ما انا كيفاش بتعمل انت حسب رايك انتي ما انت معناتها انا نجي نمد كربه ونقول له هذا كرهبة وبربي سيسرحك

اي ما نحكيوش في اللي كايكس خلينا نحكيو على انه اليوم في كياساتنا هنا نشوفوا معناتها في في اللي سيالي ونشوفوا انه تنجم كهرباء تتخربش تنجم تتصاد يعني والله يشوف تخربيش اه والبيح والواحد راه كل شركات هذاك راه الباهي والخايب في الموجود بارتورا فما شركات ساعات ساريف مم. فما دكاي يقول اه تصير لنا راه فما عبد يجي اما يا ديكا يا ديكا مم. للكليون معناتها هو يضر الكرهبة معناتها مع ضر لي كرهبتي انا سامحني سياقه في حاله سكر ولا سرعه مفرطه إيه لي هن ولا... هنا نحكيو على مخالفات قانونيه مخالف... ما أي أنت أي فهمتني كيفاش المش... هنا المشكله المشكله هنا في الكوسيون ساعات الكوسيون باش يغطي 2000 دينار 2000 دينار بوتيتر اللي بشكري كهرباء يقول لك انا برشا عليا 2000 دينار لكن انا كنعطيك كرهبه ب 60 مليون متكلفه على ليزينغ ب 75 مليون نسيتها 2000 دينار ما يجيو حتى شيء قدامها. سي زكريا نرجعوا لاطارنا اللي هو السياحة. في أه؟ علاقه بكراء السيارات دونك كيما قلت انت الذروه والخدمه تكون في علاقه بالموسم السياحي اونتر مثلا موسم الصيفي توا أه؟ أه حكيت وماذا بيا تعطيني تفاصيل كان بوتيتر عندك هكا ارقام واشرات على لو بوا اليوم نتاع المواطنين بالخارج أه وقت اللي يجيو لتونس وكيفاش ينجموا يخلقوا حركيه باغابور القطاع نتاعكم؟ احنا الحاجه اللي باهيه المواطنين بالخارج الحمد لله يا ربي معناتها كل عام يجيو. وقت اللي هما ينجموا يمشيوا لبلايص اخرين وارخص برشا من اللي لهم على تونس، اما هما يجيو. أه نجم نقول لك خدمة الصيف فيها 80% من خدمتهم مواطنين بالخارج 80% مم. أقل حاجة 80% مواطنين بالخارج يقعدوا 20% شوية من تونس شوية دي أما 80% هما مواطنين بالخارج يخدموا على

هما ب... هما هما مكثر لعبات تو في سيف في <سؤال> الدوموند دي <الـ> فواتور الكبار شوي <سؤال> معناتها الكبار في الفوليوم معناتها باش يهزوا وبالنسبه للماركات فما فما دي مارك الحق معناتها تدافع على روحها معناتها ما نستحقوش احنا باش ندافعوا <سؤال> عليها واحنا تربينا فيها في تونس وفما دي مارك تو دخلونا جدد وموضوع اخر زاد في برشا مشاكل فما دي مارك اخرين اللي ما همش مطلوبين وفيهم مشاكل تاع دي بيس دي تشيب. ما همش متوفرين وفما برشا قضايا منشورة في محاكم تونس ما انت كراه بواقف على بيس دو ما انت تقعد فما الماركات المعروفة اللي هي الدور من غير ما نقعد انا باش نعملوا ظاهر من الكيس تفهم انت في الكيس تعرف شنو ما الكراهب اللي مطلوبة اللي هي قاعدة الدور تو في تونس بالنسبه دونك للـ لي لل... بريفيرونس نتاع لي 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 توريست معناتها ترى انت حسب نوع لو فواياج ولو سيركوي اللي باش يقوم به السياح اليوم معناتها فما طلبات معينه واسكو قاعدين تحاولوا انتم تتأقلموا ولا تستجيبوا للـ لي زاتونت ولا لي بيزوان هذوما نتاع الحاجات اللي تبدلت في اللوكاسيون دو فواتور في تونس العوام الاخر هي لا اوتوماتيك. اللي هي مكثرها تخدم ياسر على الخليج. وعلى كندا وأمريكا ومواطنين بالخارج. براتيكمون اللي يعيشوا البرة غادي كل ولا ويل لي فواتور بو اون بوات اوتوماتيك مه. وهذا الطلب في الصيف يكثر برشا دكو. وهو في الديار في تونس بليتو أي. في تونس في الاوتوماتيك ما فماش ان غران شوا داكور يا با ان غران شوا معناتها تلقى الاوتوماتيك في سيلاندري معين في الصغير زوز ولا ثلاثه ماركات هذوك هما اللي قاعدوا في الاوتوماتيك معناتها ما فماش شكون و... وهذه وهذه معضله كبيره راه انك انت تحب كهرباء اوتوماتيك يلزمك تمشي للباليي نتاع 70 و80 و90 مليون ما تلقاش نتاع 60 مليون في الاوتوماتيك ابار كيلكو زان قلت لك هما اللي مازالوا مسيطرين وحدهم داير ما فماش معناتها فما دي كونسيسيونيل ما انت ما تلقاش عنده بس صغيره اوتوماتيك ما عندوش ما عندوش فهمت هذاك علاش تتحسر خاطر وتولي البري لوكاسيون باش يولي غالي نقول لك انا نحب بس صغيره اوتوماتيك هذه مشكله كبيره موجوده في تونس توا في الاوتوماتيك بارابور المشكلة هذايا ولا معناها انتظارات ولا لي بوزوان نتاع الصيحه ان جينيرال كيفاش اليوم قاعدين نحاولوا تتاقلموا تت... تلقاو حلول معناتها بجوستومون تكون احنا آه قاعدين بون سيزون لا بقدره ربي هي تتعدل بس قاعدين نحاولوا احنا من آه سيد رئيس الغرفه والناس الكل نحبوا نعديوا صيف آه بلاش دي ريكلاماسيون الناس الكل تاخذك رهبه بقدره ربي يكون آه ان شاء الله ما نتغلبوش في الديسبونيبيليتي على خاطر حسب اللي شي الأرقام اللي قاعدة يقولوا عليها على سيف 2024 سيف آه. كبير آه. وجات فترة اللي السيارات ما همش موجودين في الديار مم. وديا فما ديزاريفاج على جويليا وعلى اوت وقتها احنا سعيدين معناتها جويليا واوت سعيدين. اي. اوني كل واحد معناتها كملت الحكايه. ان شاء الله ربي يسهل واكاهو ان شاء الله ما تتعدى لبيس وكهو نحكيه باش نحكيو على الافاق آه ولي بيرسبكتيف دو كروسونس للقطاع نتاعكم هذا بعد شويه خاطر عنا الاخبار لكن قبلها باش نمهدوا جوستومون للنقاط هذه الكل علاقتكم اليوم وخدمتكم مع وكالات الاسفار؟ هني قلت لك احنا قلت, قلت لك احنا وكالات الاسفار معناتها كولابوراسيون ضعيفه برشا اي ترى انه هذه حاجه سلبيه معناتها انه اليوم بوتيتر تكون فما بوكو بلوس اوبورتونيتي اذا كان فما خدمه الناس مبع... اللي احنا كنا مع بعضنا احنا خاطر احنا كنا نتبع وزاره السياحه اي بعد ولينا احنا وزاره النقل هو مقعد وزاره السياحه فهمتني وقلت لك بعد 2011 وبعد الشوت اللي صارت في في, في التوريزم في تونس ما حتى احنا احنا سي احنا بريسك معناتها خدمتنا وليت بازي كان من برا على المواطنين بالخارج سينو على البرودوي لوكال ترى جوستومون بما انه صار هالديتاشمون يعني وليت تابعين وزاره النقل اذا كان يمكن قعدتوا الكل تحت وزاره السياحه كان هذا ينجم يخلق فرص لكم زاده بيان سور اي بيان سور احنا تو تابعين وزاره احنا نعملوا نقل تو احنا كاننا ما عادش سياحه احنا ينظرونا منظر السياحه كان في المطار كي نجيو نليفريو الكرهبه اما احنا سينو احنا نخدموا في النقل تابعين وزاره النقل <مم> اي انا ما نحب نربط بالسياحه باسكو بس احنا سي ميسيون ديدي او سيكتور دو توريزم فوالا ونحبوا نوريو ونثمنوا اهميه انه داكوغ دونك سعيتوا للشيء هذا نسعاو توا الدقيقه هذه نسعاو باش نرجعوا تابعين وزاره السياحه <مم> داكوغ ما فماش تجاوب بتيتر ما, ما يراو في الفرص ولا في ليزافونتاج نتاع الشيء هذا انا ما نقولش ما فماش تجاوب انا نقول نصبروا على تونس شويه هنا قاعدين بالشوية نحسنوا ان شاء الله خاطر نحكي توا صافي ديزاني واحنا نجريو على تو... وزاره السياحه فهمتني وصافي ديزاني نشريو على المحاضر ما انت... ان شاء الله بشويه بشويه تتحسن الامور ما, ما عادش نجم تقول حد شيء اخر اسكو فما دوتر اكتور من القطاع السياحي اللي تخدموا معاهم اليوم شو ما تقصد دوتر اكتور اسكو فما علاقات مع اطراف اخرى ناشطه في, ال... في القطاع السياحي لا احنا يعني نخدموا احنا احنا قلت لك علاقتنا بالسياحه نخدموا بعضنا داكوغ هذا لحد الان لحد الان انا مثلا انا ما عنديش الحق نكري نشري البوس كي تجيني خدمه في لي بوس نعمل كولابوراسيون مع اجونس دو فواياج وهو كيف كيف كي يستحق سيارات يعمل كولابوراسيون معايا وهذا كده وهذا ايجابي آي كلنا اصحاب احنا سيكتور واحد بقى. سي زكريا نعات هو ضيفي اليوم ريبريزونتون دو شامبر سانديكال دي لوار دو فوتور نحكي على قطاع كراء السيارات انا اكتر كلي دون لو توريزم هذه ديستيناسيون تونس ضيفي مازال معانا في الجزء الثاني من البرنامج نواصل معاكم حدا الماضي ثلاثه على اكسبريس اف ام لحظات يكون موعدكم بعد شويه ماضي ساعتين ونص موعد الاخبار وراجعين خليكم في الاستماع ديستيناسيون تونس <applause> نرجعوا معاكم نواصلوا معاكم نرافقكم حتى المضي ثلاثه جزءنا الثاني موضوعنا نحكي على كراء السيارات ان اكتور كلي دون لو توريزم ضيفي ريبريزونتون دي شامبر سانديكال دو فواتور سي زكريا نعاد يعاود ولا يكمل يرافقني في في البرنامج وفي موضوع اليوم سي زكريا نعاود نرحب بك مرحبا شكرا لك حكينا برشا على لو سيكتور نتاعكم وحاولنا نفهموا بيان سور العلاقه مع مع جوستمون شو لي برسبكتيف دو كروسانس لقيت عم كيفاش معناها في السنوات الجايه تحبوا بطبيعه يتحسن وتتجاوزوا هالمشاكل هذيا المتعده واسكو متفائلين جوستمون بارابور نتوما للخطوات وللحاجات اللي قاعدين اليوم تخدموا آه عليهم وفي علاقه بالسياحه كيف كيف وانت قلت لي اللي فما حتى هكا ان روغري اللي كنت قبل آه معناها تابعين وزاره السياحه وكان هذا يخلق بطبيعه بوكو دوبورتونيتي نتاع آه نتاع خدمه هو هو الحق واحد باش ما سياحة معناتها انت... مع السياحه معناتها معناتها كي تبدا السياحه نتاعنا كيما تحكي انت الترافيك ايريان يعني اللي باش يصير السنه ايه. عنده امباكت على الخدمه ومطار يتحير ايه. ونخدموا الناس الكل سهلتني انا م... مش, مش نحسنوا احنا طالبين باش نحسنوا اي والمشكله اللي ان شاء الله يسمعونا اما معناتها كو كي تشوف لي بري مثلا نتاع الكراب وتري وتشوف لي دو ليزينغ اللي, اللي قاعدين يطلعوا افيك لي بري ما تقول حتى كي يجيو السياح اكل بري باش نكريها الكرهبه هذه المشكلة توا، أكيل بري، أما إحنا متفائلين خير ونحبوا القطاع هذا وديجا اه. عندنا كرة شروط جديدة، قاعدين نحاولوا باش نخفوا من الصعوبات اللي في كرة الشروط، اه. نشجعوا لي جون باش يعملوا دي سوسيتي دو لوكاسيون، إحنا مانيش كونتر قبيلة أنا قلت لك البلاك نوار مش بارونتيز مانيش اه. كونتر هذا إن بينا اللي عنده إمكانيات يدخل في القطاع ويخدم كيف ينظم اه. وزميل ومرحبا به ما عنديش مشكلة. قلت لي أنت اللي يبدا ديجا عنده خدمة ويحب يدخل القطاع هذايا يدخل اه. على روحه يكون يكون يعمل ان ويدخل مم. مم. اما باش تكون في المطار بلايك كحل سايح جاي زاد ايماج هذيك خايبه للسياحه التونسيه اون كاد دو ليتيج <applause> يلقى روحه <applause> كان ضحيت وصارت راهو برشا عباده يكون ضحيت في باله سياحه في تونس هبط المطار كره سياره عنده هو كما عندنا في العالم اجمع احنا راهو ساعات بعد تصير المشكله يتضح ان السيد كان ضحيه وما قالولوش وكري كرهبة وفي بالو ستون فاتور دو لوكاسيون ومن بعد تصير مشكلة يبقى روحو في بلاك نوار اللي هي معناتها باش مشخص معناتها ماهيش باسم ايه. ماهيش باسم شركة اللي كيراع السيارات اليوم جوستومون قلت لي معناها احنا التصورات عنا والحلول عنا عطيني ابرزها مثلا اليوم شنو تكون ابرز مطالبكم التنظيم اكثر القطاع هذا العولمة اللي هي توا العالم كل تجربة الناس هذوما معناتها كوسوا الشركات اي حاجه نجموا تشوف العباد توت انت توت تصب فلوس في بنك تو يجيك ميساج يقول لك فلوس تصب خويا نسقوا انا عندكم تبارك الله الشرطه كل باللي تابليت اي مخالفه عديها للحريف اللي يسوق عديها لي انا مش مشكل ما تفكليش وراقي في بلاصه بعيده هذوما المشاكل راهو اكثر مشاكل قص فيها قطاع اللوكاسيون هي وحتى لي زاجونس دو فواياج واضحين أي هي أي الـ 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 القوانين الديوانيه القوانين الديوانيه هو انك انت سيارتك اليوم ما تعرفوش يهز فيها شنو ذنبي يعني. انا شنو ذنبي انا ناجر لك لك انت سياره انت هزيت فيها كونترا انا شنو ذنبي بالضبط اوكي القانون يقول تتحجز السياره ثلاثة اربع ايام خمسة ايام لو فات فركست وشوفوها تتسيب على روحها وشنو ذنبها يعني تعرف في القضيه باش تتكلم مره اخرى الكهرباء مو اللي شديتو فيها شديتو فيها فهمت فيه؟ كيفاش اش قلت فما قوانين يلزمها تتبدل من الحاجات اللي هي تشجع العباد تشجع العباد بالزيت تستثمر في القطاع هذا فهمت وعنا المطار زاد اذا المطار تاع تصير مراجعات مطار وجهه تونس سياحه تونس الور في المطار زاد يلزم الاسعار تكون مقبوله باش ينجم واحد ياخذ بوكس في المطار زاد الاسعار مشتة برشا راهو في المطار تونس قرطاج دول برشا مشتة معناتها هذاك البريم تاع <applause> لي فواتور توا هذاك الشارج اللي باش تولي لك في المطار مستحيل معناتها نحكيو على حاجه شبه مستحيله انت فهمت واضح وإذا كل مهم انه اليوم نحكي ونحكي عليه ذكرت انت العولمه وجوستومون كي نقولوا عولمه كي نقولوا رقمنا نتوما اسكو اليوم ماشيين في في الشي نحكي آه آيه في الشيء هذايا كي على ريزرفاسيون بايمون ليني بايمون آه ليني مازالت عندنا فيه مشاكل خاطر الدوله بيدها عندها فيه مشاكل آيه بالنسبه للع... للعولمه احنا تو قاعدين نجريو على العقد الموحد اللي هو ما عادش فما كل شركه عندها كونترا استنطاط الناس الكل تخدم عليه جوست يتبدل الهجوم تاع الشركه كل واحد عنده شركة لكن العقد هو بيدو القوانين هما بيدو من اللي نص عليه القوانين تونسية مم. وان شاء الله انا قاعدين نسعى، زي ان شاء الله في القريب العاجل نتحسن ولافونتاج نتاع هالكونترا الموحد هذا العقد الموحد حتى في المراقبه في في الطريق معناتها ولي العوان نتاعنا يعرفوا آه العقد هذاك العقد كي تولي كرابه بلاك نوار آه فما الناس راه وصلت يصحوا على العقد ويقربوا مش لوكاسيون فهمت يحطوا لهم في الاوراق ويطفيوا الضوء فهمت كيفاش تولي حاجه مقننه ينظم اكثر ينظم, ينظم اكثر ويمنع انه تصيرلها اللي صايره مع الشرطه ومع الحرس في المراقبه أي. اما المراقبه اخالف خالف خالف مم. حتى انا في شخصي كي نخالف خالفني مم. ونخلص مم. اما نخالف على حاجه انا عملتها ما نخلصش على حاجه انا ما عملتهاش آه لو بروفيل نتاع لي كليون اليوم اللي مقبلين على كرا السيارات تلاحظ انه فما شانجمون في في السلوكيات نتاعهم في السنوات الاخيره آه من بعد الثورة آه سنين الاخرى سنين الاخرى برشا وانت وقتاش تحب ترجع آه شانجمان بال... شانجمان بالوقت لا شانجمون كبير شانجمون كبير اي آه كيفاش من هنا ناحية وكيل جونغ دو شانجمون ولا آه. السيارات لوكاسيون يستغلوا وقاعدين يستغلوا في برشا حاجات م. حاجات تسكي كونترا تسكي ديما كرهبه لوكاسيون في المخ عادتك العقليه انا يكري كرهبه عقليه يخلي كرهبته آه. يكري كرهبه با لوكاسيون باش يعمل بيها اي حاجه مخالفه للقانون واضح وداي البروفيل ما انت شويه بالاجتهاد نتاع الخبره والواحد هو اللي نجمو نفرزوه والله ساعات تحصل باش نكونوا واثقين معناتها مش باش يكون واحد باش يكون يفخر في روحه اما راه مهما يردوا بالهم ليزاجونس تبدلت آه. تبدلت برشا تبدلت هي البوبولاسيون قلت تبدلت مشكلة فما آه فما تجديد آه يعرفوا القطاع ولا حتى انوفاسيون في الخدمات اللي تقدموا فيها في حد ذاتها احنا خدماتنا طيب بار اكزومبل احنا خدماتنا معروفه هي تأجير السيارات بسائق مم. او بدون سائق Ah, euh, quand on l'ait, quelques services, et la livraison gratuite, ah. la reprise gratuite, un hezoule للكليون اللي كانوا قريبين نليفريو في الوتلة ما هي من قبل معمول بها توا آه. زدنا شوية باش نحسوا ديما الحريف على راحته وأكثر وعكا السيارة تجيك حتى للدار ولا ويقبلوها من عندك في الدار ما عندها تحسين هذا أيوه. وهذا تجديد معناها تجديد قبل كنت يزمك تمشي للاجونس وترجعها آه. في الاجونس هاو كان نجتهدوا بيان سور مش مع الناس الكل فهمتني لا لا ولا مو بيان ولا مو بيان فما كيلكو شركات تعملوا بيان اما مكثر شركات تعملوا جوست باش يبدا اليوم نتاعها فرحان وتابع داخل في السيرفيس معناتها فهمت كيف؟ ابار سا شنو تنجم باش تعطي بلوس في علاقه بالسياحه مثلا اسكو انتوما قاعدين تحاولوا تقدموا خدمات اضافيه كما اللي كنت تحكي عليهم اليوم بوتيتخ باش تجلب سياح ولا باش تخليه يعيش اون بون اكسبيريونس احنا ولا. اكثر عباد نحاولوا زيرو فوت معاهم مم. في في الخدمات نتاعنا هما السياح مش معناتها راهو انه مواطن تونسي نغلطوا معاه لا لا خاطر في اخر حلقه تصوير التونس معناتها اذا كان مواطن مم. اجنبي طلياني ولا فرنساوي ولا الماني وتصير له عمليه هنا مش حلوه الكل بتمشي باش تمشي في تونس مش هذاك احنا حتى الغرفه تبدا توصي ماذا سفر ريكلاماسيون في السفارات في نحبوا ديما ليماج نتاع تونس وليماج نتاع سيكتورنا اللي هو اهم حاجه تقعد ديما نظيفه وان شاء الله زملائها وحتى زملائي يسمعوا فيا ان شاء الله كل ان شاء الله سيف السنه يتعدى مبروك على الناس الكل في السياحه وان شاء الله الناس كلت في بعودها وتاخذ ناس كرهبها ويكون كل شيء منظم وزيرو ريكلاماسيون وربي باقي السطر بون مش, إيه مش في نجم يكون كل شيء طاحت يعني حاجه كبيره نتمنى انه كل شيء يتعدى به خلينا نفهموا اكثر في مقارنه بوتيتخ بدول اخرى دوطخ بي توريستيك معناها الخصوصيه نتاع القطاع مقارنه ببلدان اخرى ما يتقارنش ما احنا عندنا قانون وحدنا ما فما حد لازم تحط تونس والباقي العالم الكل واحد احنا <applause> عندنا قوانين وحدنا عنده حتى حد في العالم آه. يشري في كربه بالسعر اللي نشريو فيه احنا, احنا راهو لو... اوكا ولو احنا مش وقته الموضوع انا لو عندنا حتى بريفيليج في سكار باش يكون في بالك كيما انا نشري كربه كيما انت تشري اللي هو في العالم اجمع لا ديما ديما اللي يشري كرهبه باركونتر وزاره السياحه عندهم بريفيليج هذيك الفرق شنو وزاره السياحه عندهم بريفيليج احنا لا احنا ناخذ السياره كما تاخذها انت داكوغ هذاك يثقل على على الشركه هذاك علاش اسوام السيارات طلعت هذاك علاش الحريف ولا كي تقول له سوم السياره يستغلاها خاطر احنا زاد نشرو فيها غالي أي. اعطيني نقطة أخرى مثلا اللي احنا نختلفوا فيها مع بعض الدول أه برشا غاديك غاديك مثلا غاديك غادي يعملوا مثلا غادي يعمل كونفونسيون مع دار من الديار يعطيه كراب يخدم بهم سي موا ويرجعهم للدار داكوغ فهمت في هذاك علاش البرا ديما تلقى كرهبهم جدد خاطر الكرهب ديباس لي سي ما ديباس با لي سي موا البرا باغ اكزومبل في كوراج الشروط نتاعهم ما عندهمش فما مغرب خمسه كرهب حتى بخمسه كرهب تنجم تحل فهمت وعندها بلافون، اللي هذيا زاد عندها قيمه، المغرب عامله خمسه كراب وعامله بلافون باش ما يصيرش الاحتكار. خاطر كي انت عندك برشا فلوس أي. وتغرق الـ الـ يكون الـ عندك أسطول كبير، أسطول أنت اللي آه. باش تتضرر باش تضر برشا عباد أخرين، آه. خاطر أنت بحكم اللي الأسطول كبير عليك، آه. باش تصير تطيح في الأسوام، وباش يتضر اللي جرمه ضعيف. واضح اليوم دونك هاو عنا دوت خوز نتاع دول اللي لقي الحلول ولقي لا فورمول اليوم تماشي الخدمه اللي قاعده تقوم بها الغرفه باش تدعم وباش تطور وباش تصلح القطاع قطاع كراء السيارات هي الغرف المهمه نتاعها <applause> معروف هي انها تفض مشاكل آه. المهنيين آه. اللي في السيكتور نتاعها واحنا براتيكمون من عصور من قبل حتى سي حبيب حتى رؤساء الغرف اللي تعداوا قبل نفس الحكايه هما يحاولوا ديما يسهلوا الخدمه للشركات حاولوا يفضوا المشاكل هذا احنا نتعاملوا مع اربع وزارات أو وزاره الماليه وزاره الداخليه وزاره السياحه وزاره النقل معناتها اربع وزارات نتبعوهم احنا كل واحد عندنا معاه بوان اللي نخدموا به هذاك الشيء اللي يخلينا احنا نحاولوا ان شاء الله نوليو كيما البرة ما معناتها راهو البرة تخلي لكارد دو كريدي نتاعك تمشي تهز الكرهبة على روحك. في المانيا تو ما عادش تقابل حد راه في المانيا ما عادش تقابل حد تكري كرهبة سور انترنت تمشي تلقى كرهبة تدخل تعطيها كود تخدم تخرج على ترجع ترجعها بالثقة. واضح آي. احنا ما زلنا هنا في تونس ما زلنا ما زلنا برشا بعاد فهمتني هانا نحاولوا نطوروا فيه بشويه بشويه بشوي منهم من العقد الموحد منهم من البلاتفورم هذه خاطر الرادار الرادارات الرادارات اللي كليون يعمل لك رادارات وبعديك يجيو كلهم باسم الشركه يلزمك انت حتى وقت اللي هما ساهل العمليه باش يكون كي يصير رادار الميديا نتعلموا به احنا نولي الحريف مازال قدامي نقول له عندك رادار بعد اربع شهور وخمسه شهور وهو روح وهذوك هما معناتها لي بوان اللي حاولوا نحسنوهم هكا وخاطر ما نجموش نحسنوا حاجه اخرى الا كان لي بريم تاع الكراب اهم حاجه احنا حاجتين هما لي ليزر هو التامين وهما لي كونسيسيونير وثلاثه هذوما شنو باش شنو باش تعمل معاهم ولهالموسم السياحي اللي على الابواب ولا اللي نجم نقولوا حتى بدايه يعني بدينا نحسوا في, في الديناميكيه نتاع لا سيزون استيفال بالنسبه للاسعار باش تكون تشجع تحفز على السياحه الداخليه على زيادة كيما قلنا مواطنينا بالخارج هي الاسعار باش تكون آه. فيها اون اوغمونتاسيون سي تو نورمال معناتها لوجيك هذايا باش تكون فما اون اوغمونتاسيون بحكم اللي السياره قاعده تغلى اوتوماتيكمون <applause> <متحك> ليزين باش يعطيك فلوس اكثر باش تولي كمبيا اكثر مي راهو الاسعار في اللوكاسيون راهي تتفرق انت والمده راه تو ساعات تسمع واحد مثلا يقول لك ريت كهرباء ب 180 دينار راهو مش معناتها 180 في 30 يوم راهو هذاك تلقى السيد تستحقها مده 3 ايام خاطر احنا مش كيما تكري كهرباء على 20 يوم مش كيما تكري كهرباء على 15 يوم مش كيما تكري كهرباء على شهر مش كيما تكري كهرباء على 3 ايام السعر نتاع لا جورني يطلع شويه معناتها احنا مشينا للبلافون 150 راه باش واضحين راه 150 اللي قال عليها سي الحبيب هذيك سي بلافون راه وباش تصير هاني قلت 20 يوم في العام ويظل العام 365 يوم ما عندك تنحي ال 20 نلقاو روحنا 345 يوم يعلم بينا ربي

ناخذكم من ميكرو مني على باشا في في الاخراج محمد معنا في الاخراج الرقمي وانس الصبيغ في اعداد البرنامج نخليكم في متابعه الباقي لي بتاعنا على اكسبريس اف ام ونقول لكم في لمان وباي باي الناس الكل